بقاء لا تشير إلى ذلك. الشروط الستة التي تعرض إليها ضيوفي قبل قليل والتي طرحتها تركيا تمثل سياسة إملاءات وإذعان، وهي سياسة يعني يمكن أسميها حصار جديد ضد العراق إذا لم تنفذ. اقطعوا الاتفاق النفطي مع إيران، اعطونا 13 دولار على كل برميل نفط، تعالوا صلحوا الأنبوب التركي في داخل العراق. يعني هذه السياسة تعجيزية بها إملاءات. نحن نريد أن نتكامل، نحن نريد أن نشتغل مع بعضنا وليست بسياسة كسر الإيرادات، وهذا الذي يحصل الآن يا سيد أوغلو. لا يا سيدي، هذا الكلام لا أتفق معك به أبدا، والدليل على ذلك اهتمام تركيا بهذه الزيارة، وهذه الزيارة هي عبارة عن لقاءات متبادلة ومباحثات مشتركة، لا إملاءات لطرف على طرف، كما أن تركيا لا ترفض أي إملاءات من أطراف أخرى، هي لا تملي على أحد، وإنما الكل يدلي بدلوه ويكون هنالك استشارات ويكون هنالك. إذن ماذا تسمي هذه الشروط الستة أو الطلبات الستة التي طلبتها الجارة تركيا من العراق؟ عندك تايتل لها، تطلنا 13 دولار على كل برميل، تصلحون الأنبوب النفط حتى اللي في داخل تركيا، زين تنهون الاتفاق النفطي مع إيران، أليس هذا؟ يعني عندك عنوان إلى هذا؟ وهل تركيا محقة بهذه المطالبات؟ نحن نتناقش بهدوء سيد أوغلو. بكل تأكيد لا مانع في ذلك، إذا ما كانت هذه الشروط تركية فبالمقابل على العراق أن يعطي أيضا شروطه ويتكلم ونجد شروط مشتركة، ليست هي إملاءات وإنما هذه شروط، وليست شروط هي نهائية، وإنما تكون هنالك دائما مباحثات وفتح قنوات للوصول إلى شروط مشتركة. إذا ما طلبت تركيا 13 دولارا تقوم العراق وتقول نحن برأينا يكون ليس 13 دولارا وإنما هكذا دولار. إذا ما طلبت تركيا تعميد إصلاح هذا الخلل يتم على العراق أن يقول علينا أن نصلحه بلجنة مشتركة. أنا لا أملي على أحد ولا أعطي كيف يجب التعامل، هذا شأن الدبلوماسيين، ولكن كعضو في حزب العدالة والتنمية وكسياسة خارجية للحكومة التركية وللرئيس أردوغان حريص تماما. هنالك منذ عام 2009 تم تأسيس أكثر من 48 لجنة مشتركة للقيام بهذه الأمور. إذا لجان مشتركة هي التي تقوم بما يجب القيام به من تحضير وعرض الآراء والأفكار ثم الوصول إلى نتائج. ليست قضية هي إعطاء إملاءات ولا شروط تعجيزية، وإنما ربما تكون هي مفاوضات، سميها إن شئت، أنا أسميها مفاوضات وطرح أفكار. ولماذا يكون هناك لقاءات؟ ولماذا تركيا والوفد التركي الدبلوماسي للخارجية، وغدا ربما سيأتي الوفد التجاري على رأس وزير التجارة عمر بولات؟ هناك اهتمام مشترك، والقضايا هي مشتركة، وأزمة المياه مشتركة، والجفاف مشترك، والأمن أيضا هو هاجس مشترك. لذلك عندما تكون هكذا أمور مشتركة الحلول تكون أيضا مشتركة. طرح الآراء والأفكار لا يضر، وليس هي إملاءات، وإنما هي الوصول لمفاوضات الوصول للنتائج النهائية.